يعطي بالكرة لأنخيل دي ماريا. دي ماريا المسعود أوزيل، أوزيل باس خطير، رونالدو، رونالدو أوزيل تضيع كرة، أوزيل والهدف الثالث، هدف في المرنجي في التسعين، في التسعين يا تركي ألماني، الهدف الثالث لابن النصر على المانشاف. الريال مدريد كما قلت 80% 2-1، 15% 3-1، 5% فقط من الضعف في قوة يا أتلتي، ولم تأتي القوة يا أتلتيكو. الهدف الثالث لأوزيل، الإمبراطور أتاتورك الأتراك مرة من هنا استغل واستثمر فرصة وسجل الهدف القاتل في التسعين يا ريال. نتيجة ممتازة، نتيجة كبيرة تعطيك فرصة على الفورمة اللي فيها فريق الريال مدريد. 1-0 ينهي المباراة 3-1 مع الأتلتيكو. ليس في إمكان أي إمكان. شوف رونالدو مرة أخرى وشوف الكرة كي تحب، دربك أولى مع ارتباك ثاني، وأوزيل ما يسمحش، ألماني ما يرحمش، تركي عنده إصرار، تركي عنده نخوة، ويمر لهدف النخوة وهدف الانتشاء وهدف الافتخار وهدف الفخر الريالي بثالث الأهداف. ديربي جديد وون ديربي ماس يخسر فريق أتلتي، وديربي آخر ماس، ديربي آخر يكسب فريق الريال. مورينو 3 فلوريس 1، الديربي الثاني في شهرين اللي يكسبوا المو سبيشال وان، وين المخ وين الذهن وين التركيز. إشارة فلوريس لا تحتاج إلى كلمات. أوزيل يسجل ويخرج، يدخل جرانيرو.